بطوط الرحالة الجزائري اللي يطوف المنطقة العربية من سوريا، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا وحتى مصر. ابن بطوطة بنظرة حديثة يعني، بنظرة حديثة، بنظرة جزائرية محضة. إذا ولد أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الطنجي الشهير بابن بطوطة، ولد في مدينة طنجة عام 703 هجرية 1304 ميلادية، وينحدر من أسرة أتيح لكثير من أبنائها الوصول إلى منصب القضاء والنبوغ في العلوم الشرعية، فمن أسرة علم. درس في طنجة العلوم الشرعية وفقا للمذهب المالكي السائد في المغرب إلى هذا اليوم. فقط. أما فيما يخص العلاقات الأمريكية الجزائرية فهي في الحقيقة علاقات تاريخية ترتبط يعني أو تبتدئ من يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وقيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية وانفصال على التاج البريطاني في نهاية القرن الثامن عشر، وكان من أول الاعترافات الدول الأجنبية آنذاك والدول التي لديها صوت في تلك في المعمورة آنذاك، منها الدولة الجزائرية اللي كانت مستقلة وكان عندها سطول قوي وكان عندها قوة في البحر الأبيض المتوسط، وكان صيت وكانت أول دولة اللي هي يعني اعترفت بقيام الولايات المتحدة الأمريكية I also know that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognize my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second president, John Adams, wrote, "The United States has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility of Muslims." Good to be here in Marrakesh in Morocco. What most people don't realize is Morocco holds a special place in the heart of Americans. Morocco was the first nation. Morocco was the first nation in the world to recognize the United States of America 237 years ago. In December 1777. So I've come here to say thank you.